احنا النادي الاهلي طول عمرنا ان احنا بنلتزم بقرارات الدوله، وخاصه ان القرار ده ذات معنى وصدر يعني اكيد بعد دراسات من المسؤولين عن الوضع الصحي. فبالطبع احنا خدنا الخطوات الاحترازيه قبل حتى صدور هذا القرار من حوالي 3 ايام او 4 ايام. كل الادارات التنفيذيه داخل النادي خدنا المبادره والخطوات اللي احنا بنحاول على قدر الامكان المحافظه على اعضائنا. وزي انا قلت في الاجتماع دلوقتي، النادي الاهلي مليء، الخزينه بتاعته مليئه بالكاسات، ولكن العنصر البشري اللاعب او المدرب، يعني زي ما قلت بالظبط التعبير، انه ضفر لاعب واحد بس بالبطولات العالم كلها بالنسبه لنا. فاحنا في اكيد مسؤوليه الاجهزه الفنيه كلها بعد انتهاء الفتره اللي الدوله حددتها، لو الاتحادات شاءت ان هي هتقيم بعض البطولات المسابقات، فاكيد الناس الفنيين ما بين يعني عايزين يهتموا بالفرقه بتاعتهم بعد عوده النشاط، وفي نفس الوقت الالتزام بالقرار. فاحنا قعدنا احنا في النادي الاهلي تملي بنؤمن، وكان شعار مجلس الاداره الحالي هو اسره النادي الاهلي. ومن هذا الواقع احنا النهارده قعدنا مع جميع المسؤولين الفنيين عن جميع انواع الانشطه الرياضيه داخل النادي الاهلي علشان نسمع منهم ايه الاراء بتاعتهم، ونبلغهم بقرارات الاداره العليا بهذا الخصوص. وخدنا بعض التوصيات. طبعا الاساس في الموضوع هو اللجنه الطبيه واطباء اللي موجودين كانوا معانا، اللي شرحوا لكل الناس الفنيين كل شيء يختص بهذا الفيروس وكيفيه مكافحه الانتشار والطرق الاحترازيه والوقائيه لحمايه اللاعبين. فالمهم احنا في النهايه ان احنا طلعنا ببعض التوصيات اللي باذن الله هنرفعها للاداره العليا للنادي علشان تتفق مع الرؤيه وقرار الدوله. هنحتفظ بيها لحين مناقشتها علشان ناخد منها، لان مش كل يعني توصيات ممكن ان احنا ناخد بيها، ولكن احنا بناخدها ونفلترها. المهم لا تتعارض مع قرار الدوله، زي ما قلت هو ده الاساس. اكيد النادي الاهلي طول عمره في الطليعه، واحنا بنعتبر ان النادي الاهلي بيبقى تملي قدوه لجميع انديه مصر. يعني اكيد انا بتوقع ان معظم انديه مصر بتنتظر النادي الاهلي ايه القرارات اللي بياخذها، وبعد كده بيعمم هذه القرارات او بيحاول ان هو يطبق نفس القرارات. فعلشان كده دي بيدينا احنا مسؤوليه كنادي اهلي، ان القرار في الغالب ما بيبقاش قرار داخل النادي الاهلي فقط، ولكن بيتبعه قرارات اخرى من انديه اخرى. عشان كده احنا حريصين ان القرار بتاعنا يكون القرار السليم الذي يتفق مع رؤيه الدوله. هنقول من الوقت اللي احنا فيه النهارده دي عند توقف كل الانشطه الرياضيه، النادي الاهلي يعتلي قمه جميع المسابقات في جميع الانشطه وجميع الالعاب في جميع المراحل السنيه. هيستثنى علشان ما نبقاش بنتكلم على الكل، في طبعا بعض الالعاب، ولكن اللي انا عايز اقول النهارده احنا في موقف التنافس او في الطليعه بالنسبه لكل الالعاب. ولكن هرجع اقول تاني ان اذا جاءت يعني احراز الكوس على حساب اي حد من اللاعبين او صحه اللاعبين او اي حاجه، مش هيحصل هذا الكلام. اهم حاجه عندنا زي ما قلت حضرتك اللي هو اتخاذ الاجراءات الاحترازيه والوقائيه التي تضمن صحه لاعبينا.